معانا طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر واسطوره من اساطير كره القدم محللنا الكبير كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق مساء الفل. مساء الخير يا ابو حميد، كل سنه وانت ازيك يا طيب. كابتن؟ ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انت الصيام تعبك ولا ايه؟ لا ليه؟ تمام. لا ممكن طيب تكون كلت ده خد كتير بالك، ولا ده فات حاجه. اسبوع اهو في تخيل في رمضان جري. بدأ النهارده 7. تخيل النهارده، ولا والله يعني اكتشفت ان فات اسبوع. صح والله، الايام رمضان بتجري في بيجري. رمضان يعني صح بصراحه بشكل مرعب. صح. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه يا حبيبي. كيف ترى استعدادات المنتخب دلوقتي؟ واللي انا ملاحظه حاجه انه في غلق عن اخبار المنتخب، يعني مفيش نشر كتير، مفيش مداخلات، يعني المنتخب شغال ومحدش دريان قوي باللي بيحصل جوه المعسكر. هل ده افضل؟ الحاجه التانيه، انا كنت بتكلم عن صوره محمد هاني والكابتن ابراهيم حسن بيديله تعليمات او بيقول له، بيقول انا بعلمه ازاي يتحرك وازاي. رايك ايه يا كابتن؟ طبعا المنتخب لما بيخش معسكر او يعني الناس يعني بتبقى حوالين المنتخب وتدعمه وتبقى سند ليه وظهر ليه، لكن ما حدش بقى يكلم حسام مش هيقعد وحسام هيمشي والجو وحش وحسام بيرد والسوشيال ميديا بتقول كلام صعب جدا ما حدش يقبله. يعني اي مصري ما يقبلش ان مثلا مدير فني لسه ما اشتغلش وانت داخل فيه هجوم، يعني الكلام ده حتى لو هو ليه وجهة نظر او دي اتجاهاته او هو ورؤيته، احنا لازم يعني نحترم وجهة نظره طبعا لغاية ما يبدأ يشتغل، لكن احنا قاعدين بنهاجم في حسام بطريقة مش ظريفة يعني بصراحة. يعني هتقول هي حسام بقت اوفر حسام بصراحة يا كابتن، قوي زيادة عن اللزوم بصراحة يعني. انا وبعدين حد تاني بيتكلم حسام مش هيقعد حسام هيمشي، واحد يقول انا مش قلت لكم ان حسام هيمشي؟ لا حسام مش هيقعد. الكلام ده حتى احنا بنقوله على واحد مصري عيب، كنا ما بنقولش كده على لا. الاجنبي اللي هو وفيديوهات بشوفها بيمرمط. منتشرة، يا كابتن مش عايزين نبقى منتخب صلاح، يا كابتن اوعى تنساق، وكأنه بيحصل تحريض من بعض الناس لحسام حسن واكتر على الناس محمد دي صلاح، مع ان الاثنين يا كابتن بيكملوا بعض، الاثنين مش ضد بعض، دول الاثنين خالص خالص. مش وبعدين الناس متنافسين دي، قصاد بعض. لا وبعدين الناس دي اصلا انت لما تيجي تتكلم في حاجه لازم يكون حصل لقاء اختلفوا في اللقاء ده، لكن انت ما الكلام المنقول من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الاعلام ما يبقى بنسبه كبيره ان مش مظبوط، وبنسبه كبيره بيبقى مظبوط. فاحنا لازم اللي بقى فيه المواجهه والكلام الصريح، لكن احنا كلنا لازم نشتغل لصالح مصر يعني. ما يعني طبعا احنا برضك من البدايه وافقنا على مدرب اجنبي، قعدنا ندعمه وفي الاخر ما عملش حاجه. طب ما نشوف بقى ندي فرصه للمصري. تمام. طب احنا ادينا ومش الواحد هنغير يا كابتن فرصه كل يوم مدرب، للاجنبي يعني مش هنغير كل يوم بالظبط كده، مدرب. وبعدين انت اديت لمدرب اجنبي هياخد له 400 500 مليون جنيه وهو ماشي. لا يعني طب ما تسد لابن البلد بقى اللي هو بيخاف وبتاع، وما تنساش ان حسام ده وصلنا كاس العالم. اذا انت مظبوط. بتتكلم على حسام على لا لازم نتكلم بامانه. انا مش اهلاوي لكن انا بتكلم حسام لا اسم كان ليه كبير دور وتاريخ عظيم ودور كبير ان انت تروح كاس العالم. فانت زي ما طبعا، وتاريخه كابتن بتتكلم حسام مع الاهلي ومع الزمالك ومع يعني تاريخ كبير، يعني مش ولازم لا لازم يغفله احد ندعمه يعني. يعني، هو حاجه كويسه ان انا طبعا. اقعد اخبط فيه يعني. ما وبعدين يا ينفعش كابتن تغيير المدربين، انت لو اخر سنتين ثلاثه ده ما حصلش مثال في تاريخ مصر، يعني انت لو جيت تشوف من وقت الكابتن حسام البدري جيري ثم حسام البدري، وبعدين فجاه حسام البدري يمشي يجي كيروش، وبعدين 6 شهور يمشي يجي ايهاب جلال، شهرين يمشي يجي يجي فيتوريا، سنه يمشي صالح يجي مين حسام بقى حسن. يعني؟ وفي كده وفي كده يا لا كابتن. ومفيش حد يوافق على كده. اي واحد بينتمي ويحب البلد دي وخايف على البلد دي عمره ما هيوافق ده على في موقف سنتين زي ثلاثه دي، يا كابتن 5 6 مدربين مديرين فنيين لمنتخب مصر. عشان كل واحد عايز يمشي اللي في دماغه يعني. كله مجلس، انا حضرت وانا مدير فني لاتحاد الكوره ببقى داخل التأمين يأمنوا على بعض، هيقعد ده هيمشي ده هنمشي ده هنجيب ده، يبقوا متفقين يعني قبل المجلس بيبقى كل الأوراق أو كل الأفكار أو كل القرارات معروفة، تمام. بتخش المجلس جوه بيقولوها. فأنا عايزين حسام احنا ندعمه، لو مش مظبوط. هندعمه نقول له ما يشتغلش قال له خلاص امشي يا كابتن. بدل احنا هنجيب الناس نهزقها. لا وما ينفعش ننقسم يا كابتن، انا في رايي وسيادتك طبعا يعني بالله في الاصل الراي النهائي، لكن انا ما ينفعش نقسم يا جماعه القصه حسام وصلاح، ما ينفعش. يعني الناس اللي وقفت لحسام حسن وخارج من ماتش ما اعرفش للاهلي في كان الاهلي والبنك الاهلي ولا ايه، كان بيتفرج في الملعب وخارج الجمهور واقف له قدام، الحاجات دي اتصورت سوشيال ونزلت يعني.
يعني اولى للناس يا كابتن تقول له يا كابتن عايزين تحل من قصه صلاح وتبقوا كلنا مع بعض وكلنا ندعم. يعني انا كنت منتظر الناس تقول كده، ما تقولوش اوعى هيكون منتخب صلاح، اوعى تنساق ورا صلاح. ايه ده، ايه التقسيمه دي؟ وانا كل اللي انا اخشاه يعني ايه الافكار اللي بقت عند الناس دي؟ يعني السوشيال بقى يعمل افكار يا كابتن ويعمل قضايا ويولع موضوعات ويخش في حواديت ويخش في مناطق سلبيه تؤثر سلبا على منتخب مصر وعلى تفكير حتى كابتن حسام كمدير اعلام، كابتن محمد صلاح كراجل نجم كبير، بقت ازمه. بص انا وجهه نظري ان الوزير واعضاء من اتحاد الكوره يعملوا اجتماع صالح حتى لو جه لمده 24 ساعه، يعملوا اجتماع بين صلاح وحسام ويتقفل الموضوع، كل الموضوع ده انتهى في نص ساعة. مظبوط يا كابتن، والامور يبقى انت عندك المنتخب وعندك الاستقرار. طول ما انت هتقول كنت بتتكلم كده مفيش استقرار، ما عندكش منتخب. معاك المنتخب حق. يتميز على الاندية ان المنتخب بيبقى فيه استقرار، معاك بيبقى حق. مدير فني واحد واداري واحد والجماهير كلها وراه، فهنا الاستقرار. ويحسسك يا كابتن اللي مع الفكرة الاولانية انه بقوا طرفين وفيهم كسبان وخسران، يعني صلاح ما جاش يبقى كسب حسام، اذا صلاح جه يبقى حسام اللي كسب. والله الكلام ده يعني كلام احنا كلام عيب ان احنا نقوله، عيب ان احنا نقوله، احنا مش انديه. ويبقى المنتخب مثلا يعني اذا كسب الدوره الوديه دي، شفته بقى من غير صلاح المنتخب بيكسب ازاي؟ والله يا محمد في انا بقى واذا صلاح جه يقول لك ده كلام يا كابتن. اول امبارح قريت البديل بتاع حسام حسن ده، انت بقى تتخيل واحد لسه ما لبسش الشورت والفانيلا، ده ملوش 5 ايام في المعسكر، ده ما كملش 5 ايام. وقال لك البديل بتاع صلاح، هل ده كلام يا جماعه؟ يعني ده هل الناس دي بتحب مصر؟ هل الناس دي قلبها على مصر؟ لا طبعا ده لازم انت بتتكلم على مصر، ما بتتكلمش على الاهلي ولا طبعا على الزمالك. ندعم طبعا الكابتن حسام والجهاز بتاعه البلد، ولازم ندعم محمد صلاح نجم كبير ومفيش وصلاح نجم كبير، وانا اكتر واحد بدافع عن صلاح. مظبوط، لكن في النهايه صلاح هيقعد مع حسام مش هتاخد 5 دقائق. مظبوط يا كابتن، انا معاك. والموضوع انتهى ويبقى كله انتمائه للبلد والوطن. لا يعني انا ما. هل لو انا قلت لك دلوقتي القائمه بتاعت المنتخب حضرتك اكيد تابعتها وشفتها، يعني لو انا قلت لك توقع تشكيل لحسام حسن، يعني انا ساعات بقعد اقول كده ان انا يعني بيجي لي احساس يقيني ان الكابتن حسام هينزل بتشكيل زي اللي عمله فيتوريا، يعني ما يعني يعني محمد هاني في يعني يعني كان الشناوي لو موجود هيقف، لو مش موجود ابو جبل مثلا في اليمين هاني، فيتوريا كان هاني في الشمال احمد حمدي مثلا، مكان فيتوريا محمد حمدي، السردباكين حجازي ومنعم، مكان فيتوريا حجازي ومنعم، نص الملعب حمدي فتحي ومروان وامام، مكان فيتوريا حمدي فتحي ومروان وامام، الهجوم لو صلاح موجود يبقى يمين او مصطفى فتحي، لو صلاح مش موجود في الشمال تريزيجيه فيرود مصطفى محمد. مش ده التشكيل بتاع هل ده التشكيل هيلعب بيه في رايك كابتن حسام حسن، ولا ممكن يفاجئنا بلعيب او اثنين او ثلاثه؟ معرفش انت رايك ايه يا كابتن. هو انا شايف ان احنا بنيجي نتكلم على مدرب اجنبي غير ما بنتكلم على مدرب مصري. المدرب الاجنبي بيجي مفيش مدرب اجنبي الا يمكن كروش في الفتره الاخيره هو اللي كان عنده شخصيه. لكن كلهم جايين رزق، يعني جايين يشتغلوا مرحله ومش هتفرق معاهم. ده فيتوريا يا كابتن وشه كان بيصفر في الماتشات، بيصفر يا كابتن، ما بيستحملش. اول ما يجي فينا جول بيروح يقعد على الدكه يا كابتن، وشه حتى خطفه الوش بتبان. بعدين انت بتتكلم، ما الناس دي جابت واحد وما نجحش، المفروض ما تتكلمش على التاني ده خالص. مظبوط، تسانده. مظبوط، انت اتحاد كوره هتساند يعني الانديه انتخبتك بناء على ان انت هتعمل نجاحات للمنتخب وتوصل المنتخب لاماني المصريين عايزينها، كاس العالم، بطوله افريقيه. يعني انا شايف ان الفتره اللي جايه دي العلاقه يعني يدوا لحسام الصلاحيات ان هو يوضب امور، ما يخشش مع حد تاني. اولا يعني انا بتكلم انا بصفتي كنت كمان مدير فني منتخب قبل كده طبعا، ما حدش يخش يعني يسيبوه يشتغل. يعني انا لما كنت انا والخطيب اشتغلنا وكل واحد ليه وجهه نظر ما نجحناش. تمام، فانت النهارده لا احنا بقى ناخد الدرس، يبقى في وجهه نظر واحده. هو الجوهري نجح ليه او حسن شحاته؟ ان هو وجهه نظر واحده، هو اللي كان وجهه نظر هي اللي بتطبق. تمام، هي وجهه النظر دي نعملها لحسام زي ما عملناها طالما بتثق في المدرب والجوهري، طالما بتثق في المدرب
طبعا، امال انت جايبه ليه؟ صح. فانت طب جايبه طب ليه التشكيله يا تبتدي كابتن، انا ساعات لما اقعد افكر اقول مش هيختلف عن فيتوريا. هل القصه مش في التشكيل؟ اعتقد القصه في التاكتكس وفي الروح وفي الرغبه والطموح جوه اللعيبه. بص، هو الاول التحضير للمباراه، يعني انت اخترت مجموعه وانت عارف المجموعه دي الافضل فيها، وبعدين بتكتشف اثناء التدريبات او المباريات الوديه لعيبه بتلعب ممكن مش في مكانها، لعيب بيلعب في مكانها وبيبقى طور الاداء بشكل كويس. انت بتقول لي النهارده ان ابراهيم حسن اتكلم مع محمد محمد هاني. هاني، لما اتكلم مع محمد هاني مش هيقول له تلعب ولا ما تلعبش ولا بتاع، يقول له مثلا ان انا شايفك مثلا في حته في الدفاع بتيجي من بره لجوه، لا تمام المفروض تبقى جاي من جوه لبره، يعني تمام في حاجات دي نصايح، بيدي له نصايح من خبرات ابراهيم. ابراهيم ده من اللعيبه الكويسه اللي في تاريخ مصر من زمان، ده انا كنت بسمعك، ومن افضل الباكات اللي موجودين او الظهير الايمن الظهير الايمن في تاريخ ابراهيم، مصر يعني ما بصراحة. فيش حد يختلف على ابراهيم. مظبوط فما بيجي يدي وجهه نظر او بيقول للعيبه او يدي نصيحه للعيبه نحترمها، لكن طبعا. احنا برضك مش عايزين نقول بيقول له ما بيقولوش، لا انا مش عايزين الكلام ده، خلاص الكلام ده بطل. احنا عايزين الناس بتشتغل بثقافه وبعقل وبتنظيم وبتخطيط، والمراحل يشتغل ازاي، وهيبقى من بدايه هيلاعب الفرق شكلها ازاي، ويتصاعد مع اللقاءات الدوليه دي مع فرق مثلا اقل ثم الاعلى ثم الاعلى ثم الاعلى لغايه ما يوصل لاعلى مستوى، هو ده اللي احنا ونسنده فيه. هل لكن احنا ما نجيش نكسر في مقاديف المدربين من البدايه، ما ينفعش. هل انت شايف الدوره الوديه دي مفيده في مواجهه نيوزيلندا في المباراه الاولى، ثم تروح ليفل يعني اذا كسبنا ان شاء الله نلعب الكسبان من كرواتيا وتونس، ولو خسرنا اوعى لا قدر تنسى، الله نلعب الخسران من كرواتيا وتونس؟ اوعى تنسى انا كنت مدرب، تمام اوعى تنسى ان الكابتن جوري كان بيلغي الدوري مظبوط. عشان الماتشات الدوليه، بس هي حصلت مره واحده سنه والماتشات 90، حصلت مرة دي واحدة يا كابتن، وصلته كاس الدوري اتلغى العالم مرة واحدة. اتلغى، مش مش كل لغى مرة كانت الدوري، بتلغي، ده كان سنة 90 بس. ما مش كان بيتلغي الدوري، لغينا الدوري، مع ان كان فاهم بين الماتش اللغة. كنا بنلعب ماتشات كل 15 يوم مش كل يوم. معلش، دي مدرسة ازاي يكتشف لعيبة او حافظ لعيبة او هل عايز الكابتن يطور اداء حسام نفس اللعيبة؟ المدرسة دي؟ طبعا. وليه؟ يعني هنلغي الدوري؟ لا، هو ممكن يحصل توقفات في الدوري، يعني لكن يخلص في انت شهر بقى لك، 9، يخلص يعني بص، متأخر يعني. احنا دلوقتي عندنا لعيبة تختلف عن النوعية بتاعت زمان. اللعيب دلوقتي بيقعد في معسكرات، بيعيش بره بيته وبياكل بره بيته وبيتدرب وبيقعد يقاتل عشان يبقى لعيب اساسي، ولو تمام. لعيب اساسي تلاقي الانديه كتير بت 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 وسعره يعني بيرتفع وتمام. بتتصارع. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ الاول الكوره ما كانتش اكل عيش، الكوره تمام كانت هويه. تمام لا، دلوقتي الكوره ولغايه 10 حاجه سنين فاتوا ما كانتش الارقام كده يا كابتن، لغايه 15 بالظبط. سنه انا بقول يعني لك ما الاغراء كانش، فيها ما كانش للدرجه دي يعني لا بصراحه. تلاقيه موظف في حته وبيلعب في حته، النهارده بقى انت بتتكلم في 30 لا مليون هو و25 لعيب مليون محترف و40 مليون متفرغ بياخد الحته في السنه يعني. الفنيه بتاعته، كل ما تعلى كل ما الناحيه الماديه بتاعته تعلى. هل ممكن ده كابتن حسام حسن يكسب البطوله دي، الدوره دي، وخصوصا بقى الدوره اول مره في مصر واسمها ده كاس العاصمه والاولى، وهتتلعب كذا بعد كده كل سنه هو بشكل الاهم، دوري؟ الاهم يا محمد ان هو يخرج بنتائج، يعني الاهم منين يخرج بنجاح. النجاح، ان النجاحات دي اللي هو بيدور عليها، زي ما انا بتكلم مثلا واحد بيدي لمحمد هاني، محمد هاني من افضل الباك رايت الموجودين فانت في قصدك الدوري، يرجع يتألق يظهر فتبان ممكن انت بقى من خلال الكلام وتدي له الثقه. ما هنا الفرق بين المدرب المعسكر، المصري تعتبر والمدرب نجاح المعسكر كده في مستوى اللعيبه تطور ولا لا؟ وبعدين انت هيتطور اكيد، وبعدين اللعيبه هتاخد على طريقه حسام واللغه بتاعت حسام والتحضير ازاي والكلام ازاي والانفعالات ازاي، تمام بعكس كده الاجنبي. تمام تمام الاجنبي بيبقى رد فعله ان انت ما تلعبش الماتش الجاي، ما بيجيش يقول لك انت النهارده كان ناقصك ايه، لا هو البديل تمام والروتيشن يتعمل كتير. لا مش عايزين احنا كده، احنا عايزين فرقه منتخب مصر فيه 16 18 لعيب واضح انك اساسيين. متفائل مع الكابتن حسام حسن يا كابتن فاروق. طبعا لازم نتفائل، ما احنا بقى كل واحد، ما قلنا الاجنبي والاجنبي طلع، خلاص انا مش عايز اي حاجه، واللعيبه تلعب وحش نبقى خسرين، يقول لك الفرقه ادت بشكل كويس. احنا ما تعودناش على كده. تمام انت خساره يعني بتلعب وحش، تمام يا كابتن. بتلعب وحش وتكسب يبقى انت كسبت، تبقى بتلعب كويس. هو ده المبادئ الموجوده في الكوره. تمام.